وقت فاتوا العصابات المسلحة صرت اطلع من وراء الأباجور، شفت مشهدين لأخين، واحد قتلوا واحد رش استسلمت من حياتك. السجاني لما نزلنا من الميكرو قال الداخل مفقود والطالع مولود. بالنسبة للأولاد لدعوهم بالكهرباء، بالصدمات الكهرباء، طفوا السكاير على أجسادي. كنت أنا معاهدته لزوجي أنه ما حدا يلمسني غيره. طفل عمره 3 سنين و4 سنين عم تعلمه تعليم ديني، ليش؟ طالب بإعدام كل شيء كانوا مسؤولين عن المنهاج التربوي اللي عمل هيك ثورة. هذا المنهاج التربوي هذا نتيجة فشل منهاج تربوي عمره 10 سنين و15 سنة. نحن شفنا إرهابيين مسلحين كلهم كاتبين على هون صدورتهم جيش الإسلام، بس مناظرهم يا ربي دخيلك. من قلة النظافة منتشر فينا القمل والجرم، فشغلونا بحالنا، يعني كل وحده ماسكه راس الثانيه وعم تنظفه. صدقا بدي انا وقف على رجلي وامشي بهالحياه، وغيرت اسمي وسميت حالي جنى. اللي انحرمته ما عاد بيرجع لي. كيف بيرجع لي انا فاقد 2 من عائلتي؟ شو بيرجع لي انا؟ انا كيف بدي انساهي؟ انا كل يوم عندي مسلسل بكي، ما بنساهي، بس انساهن بسامي. الله أكبر. فوت على أبوه. لك فوت فوت فوت. الخميس مباشرة الصبح الساعة 10 خطفوني أنا وأختي، طلعونا من القبو طبعا على أساس طائفة، ورحنا إنه روحوا بس ما عليكم شيء بترجعوا على المخفر. عند المساء الساعة 8 تماما ركبنا بمكرو، مكرو هو للدولة كمان خيط فينو، مشينا فيه في شيء مسافة 10 دقائق أو هيك لعند التوسع، ما كنا عارفين لوين أخذينا. كان بالمكرو كان في غرباء، واحد أردني واحد تونسي واحد ليبي، فهو طالع كتير مبسوطين على حال إنه أخذين سبايا. فالأردني يقول أنا جيت من الأردن عشان النحر، حكينا هيك. نزلونا هون بهالمكان، نزلونا بلش التلج ومشينا، بلشوا يمشونا، نحن عم نعرف لوين رايحين. كل طريق يحسوا هن على اساس انه خطر او هيك عليين، يكونوا نزلونا مشينا مشي دروب ترابيه يعني، بعدين جمعونا وحطونا براد مثل براد الغنم، كمان مشونا فيه شوي، قطعونا فيه مسافة، بعدين ردوا نزلونا مشونا، وهيك للنهاية التقينا نحن والشباب. رجعنا نحن والشباب، رجعنا التقينا تاني مرة. أول مرة فصلونا عن بعض كل من راح بجهة، فنحن وماشيين معنا مسلحين، معنا مسلحين إنه ماشيين معنا إنه مشان ما حدا يهرب أو ما حدا إنه يقاتب أي حركة، ولا صوت ممنوع. حتى أنا عم بحكي مع القدامة إجا ضربني بقبضة إيده على راسي. إحنا ما عرفنا بدومة لبعد 6 شهور عرفنا إنه نحن بدومة. نزلنا على المزرعة فحكي جملة كانت كتير قاسية. السجاني لما نزلنا من الميكرو قال الداخل مفقود والطالع مولود. أنا حفظت هالجملة هذه، كل ما مرت سنة كنت أتذكرها، يعني عطول اتذكر هالجملة هاي. فضلينا يومين بالمزرعة،
كانت باردة باردة، يعني كأنك بالقطب الشمالي من كتر ما أنا باردة وما أنا وسخة وما أنا، وبس بدل من الأسامي اللي ما رقع على المزرعة كان في أسامي كتير خاطفين كتير. نمنا ليلتين فيها ونقلونا على سجن الباطون. سجن الباطون هو التحقيق بنفس المنطقة. هلا بعد فترة عرفنا أنه كل هالأماكن هذه مثل سجن الباطون أنه هذا بمركز البحوث الزراعية بدوما. قينا نحن 6 شهور، بس بعد يومين ليش نقلونا من المزرعة؟ لأنه بيجيبوا دفعة بعد منك. تم أسرنا من قبل أخواتنا السوار وجابونا لعنده لهون، طعمونا وشربونا، عملونا أحسن معاملة، حتى أنه ثلاثنا متصاوبين، داوونا وما قصروا معنا نهائي. وبنصح كل الشباب الموجودة هلا هاي الجبهة يتركوا سلاحه ويتجهوا نحو السوار، لأنه المعاملة أحسن بكثير، وكل شيء كانوا ما يحكوا عنه هذا كله غلط. بالنسبة للخطف ما وفروا، مشلول، طفل حامل شهر عمره شهرين ثلاثة مع توحد، كل شيء ذو إعاقات أخذوهن، يعني ما فرقت معي. فرع التحقيق يعني أبو غريب ولا غوانتيمالو ولا سجن النفحة بفلسطين المحتلة، هذول السجون نفس السجانين هن عبارة عن مدارس. كنا نشوف التعذيب بعيننا من خلال فتحات صغيرة بطاقة الباب، من خلال هالطاقة هاي كنا نشوف التعذيب اللي تعذبوه من رفس، ضرب، قتل بالكبل الرباعي، بالعصي، بالأنابيب تمديد المياه هاي اللونة أخضر، قتل. ما كانوا يوفروا على أي منطقة، على الرأس، على الإيدين، على البطن، على الظهر، على الإجرين، بكل منطقة كان ينضرب ويرفس المخطوف لانتزاع المعلومات. في مناحي هنا كانوا يخطفوا أولاد من مخيم الوافدين أو من أي منطقة من حدين، يجيبوا الولد يقتلوه، هن من الغوطة، بس يضلوا يقتلوا الولد مثلا عمره 9 سنين 8 سنين، في واحد 6 سنين ومسجونين معا، سجنوهم بالمنفردات ويقتلوهم لياخذوا انتزاع منهم عن أهلهم إذا عم يتعاملوا مع الدولة ولا لا، ولا مع الجيش أو المخابرات. فكان أحيانا تحت التعذيب يعترف، هو يمكن يكون ما فيها القصة هاي إن أمه أو أخته عم تتعامل مع حدا بمصطلح عوايني. كل هذا شفنا، وشفنا الشباب المعتقلين والمخطوفين إنه إش قد كان في يمارس تعذيب بحقي. في عالم من طعت قالوا لي هودي ما بيفهموا أو يعني إن غوغائيين أو شيء، لا، شغل منظم تماما، منظم بكل معنى الكلمة. يعني لما الواحد بيسألك جدك شو كان يشتغل وكان بالجيش ولا لا، وأصلك من سوريا ولا لا، ولا جاي من مكان تاني، خالك، بيك، عمك، عمتك، جز عمتك، مع أن هدولي أنا قلت له كل الميتين يعني عمارن كبيرة، إنه أنا لأنه بي أصغر واحد بالعيلة، بدو يعرف أولاد أخوتي وأخواتي، فكله ما كان عندي أي جواب. يعني اتفقنا من نحن وطالعين انه هيك، يعني انه خلص انا دغري اجتني الفكره، لاني انا كنت جايبه بضاعه بدي ابعتها للضيعة، وفي دليل انه خلص هاي البضاعه بتبين اني انا كنت بيع بالي بالبيت،
انه هي ما مريضه ما خرجت تطلع تعمل وظيفه او شيء. ايه هيك يعني اتفقنا على الموضوع وضلت وما قلنا لحدا نهائيا من الموجودين. إيه انا كنت احذر من اللي معي ومن اللي برا نفس الحذر يعني. أنا لما قعدت على الكرسي أول مرة بالتحقيق فكنت مطرمش عيوني مغطاي العيني وحطيلي علي حرام ما بعرف مين اللي عم يحققوا معي. فأي سؤال إنه عم يسألوني إياه وهيك إني أنا اعتبرت حالي إني أنا بنفحة بسجن نفحة رسمي أو أي معتقل أو معتقل عسقلان بفلسطين المحتلة. أنا الشعور أني أنا بفلسطين المحتلة ما فارقني ولا تقل شعري. من قلة النظافة وانتشر فينا القمل والجرد فشغلونا بحالنا يعني كل وحدة ماسكة راس التانية وعم تنظفه. صدقا النظافة كانت معدومة بالأشهر الأولى بشكل قاطع فتفشت فينا أمراض الجلدية. أنا لحد الآن عم عاني من الأمراض الجلدية، أمراض جلدية وأمراض أعصاب مفاصل عيون الشعر. تعرف في ناس كان شعره بياخد العقل من داخل الصبايا الأول طلعت إنه وشعره حتى أنا شعري كانوا يشهدوا لي فيه يعني بتطلع شعره عربع شعر عربع بهر ما في غذاء ما في أكل. فنحن كنا عم ناكل بس ليخلونا عايشين ويعذبونا ويعذبوا أهالينا برا بس لمجرد أنك ما تموت من الجوع. يعني بيطلع لك بال 24 ساعة أو أحياناً 28-30 ساعة مثلاً. أحياناً يجيبونا الأكل الساعة 12 الظهر تاني يوم يجيبونا يا 6 المساء. فكان الأكل كتير كتير قليل وكتير سيء ونوع واحد. بالصيف مثلا كل وحده يطلع لها بالاسبوع مرتين 3-4 حبات جرانك او خوخ او هيك بس. هذا بالسنه اللي الثانيه لما كنا بغرفه وحده كنا 25 بنت بغرفه ابعادها 3x3 وبقلبها في الحمام. يعني صار لي سنتين هون بين الاهالي وطبعا عاملوني يعني منيح ما اساؤوا لنا ولا بشيء بس نحن عايشين بيناتهم وبنحب نوجه كلمه للنظام انه ما بقى يضرب الطيران لانه بالنهايه عم يقتل اهالينا والاهل اهل كل السوريين من نساء واطفال وشباب. في نومي كانوا ورديات قسم بده يقعد وقسم بده ينام وعلى الارض في حرام سارقين حرامات عسكريه حطوا لنا اياها وهي نفسها هي الحرامات معباية قمل. الحمام 5 دقائق لها فترة تدخل على الحمام تتحمم يعني أو نظافة. غسيل التياب كنا ننشر بقلب الغرفة قلب المهجع. صرنا نخترع طرق من المعالق البلاستيك نكسرها نلاقي بين الحاجب والحيط في فراغ نشكل معلقة ننشر يعني كان لنا براءة اختراع بطرق الغسيل والنشر. الخبز ما شفناه مرة بالشهرين شفناه مرة واحدة جابونا كل تنتين يطلع على رغيف بعدين ما عاد شفناه نهائيا. عشرين شباط 2014 قسموا الغنائم. مثلا اختين بياخذوا اخت يتركوا اخت. عيلي اذا فيها اولاد وزوج واخوه والزوج بجهه والاخ بجهه والاولاد والام ولد بجهه واولادها اثنين اذا مثلا عندها 3 اولاد كل ولد بجبهة من الفصائل المسلحه اخديتي. كانت هي مأساة انه انفصال الاخوة. انا ما بعرف لوين اخذينا حتى سألته للسجان انه مثلا انا بعد اسبوع بشوف اختي قال لي لبسني ولبسنتين
وفعلا أنا بطبوق السنتين تمام السنتين بعشرين شباط 2016 شفت لأختي هجم جيش الإسلام على الاتحاد الإسلامي جاب الأسرة وجابي المخطوفين اللي عنده جاب اللي عنا وشفنا بعضنا يومتها. يا شباب ديننا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا فاستنفروا في الأرض لا تهنوا ذكوا معاقل للعدا كفروا. وفي معلومة خطفوا بقفى بعض ما يقولوا أنه كانوا متفقين اللي بيخطفوا يقولوا لبعض أنه خطفنا فلان مثلا إذا ضابطوا شخصية مهمة كان خيطفة جبهة النصرة هي صارت عنه ردوا بحفر الأنفاق عرفوا أنه في ضابط مرته مع جيش الإسلام أنه في ضابط عن جبهة النصرة ومرته عنه كان مو معروف هو مين هذا ما كان مقايل عن حاله أنه ضابط بس نعرف أنه ضابط بحيل ما جابوه لعند مرته جيش الإسلام خطفه من عند جبهة النصرة لعند مرته. أول ما دخلوا على عدر العمالية وصاروا ياخذوا على الهوية الطائفية في قسم ما بين يعني نفد من إيدي هننوا عملوا عملية النزوح بـ 30-12-2013 على المعابر هننوا ورايحين بالنزوح الجماعي جو مسكون على الهوية وهون بهذا كان مأساة كبرى مثلا أنا نمسكوا أولاد أختي ستة وفي واحد كان مستشهد من أول يوم بس كنا مفكرينه أنه مخطوف فكان كنا عمليا سبعة تسعة من نفس البيت ننتمي لنفس البيت. أسبوعيا أعمل أوراق للمسؤول الفصيل جيش الإسلام أنه الأطفال بدنا نحررين لأني شفت إن مستواهن عم يتدهور وعم ياخذ نفس الفكر الظلامي اللي عندهن وعم يدربوهن ف يعني هذول بمثابة قنابل موقوتة يعني اللي من بدهم يتحرروا وحامين هالفكر الظلامي والانظلم أكثر شيء اللي عمره بعد العشر سنين إنه دخل عمره عشر سنين هذا ما شاف تعليم نهائيا حتى في ابن ولد كان عمره ست سنين عزلوه عن أمه ولد كان عمره ثمان سنين عزلوه عن أمه هذول اتبعوا دورات تدريبية حمل السلاح حفر الأنفاق حفر الخنادق تعتيل ونقل الأسلحة وعفكرة حتى أمامنا لما نطلع على التشميسي لبرا أحد السجانين يسلموا الروسية فكان ببراعة بيستخدمها هذا الأولاد يعني بس طلعت أنا على الأطفال أنه لازم يتعلموا من أول ما اجتمعت مع الأولاد اللي جايين من العمالية فورا مباشرة بديت بتعليم بدينا بتعليم تلقيني شفهي إنه أحكي الكلمة هن يردوها وراي مثلاً كان إنجليزي فرنسي فقلن كل يوم يلا ثلاث كلمات إنجليزي ثلاث كلمات فرنسي أحياناً وصل لخمسة بعدين جدول الضرب نرجع كل يوم كل يوم كل يوم هيك لحتى طلعوا الأولاد ضلينا ورا التعليم بس الفئة اللي أكتر شيء خسرت هي الفئة اللي كانت مانا مع أهاليها. رجعونا لقبل 100 سنة لما كان العصملي هوني عندنا محتل سوريا بعض الناس بيسموه الفتح العثماني اللي هو كان احتلال العثماني أقصى احتلال في تاريخ الاحتلالات كلها صخرة الأكل شبه معدوم كل شيء بيطلع كأنك دغري فتحت قبر شلت جثة وخليتها تمشي أعطيتها قوة ما تمشي نحن هيك نحن هياكل هياكل كانت عم تمشي فقط لا غير من ناحية تجنيد الأولاد الأولاد صاروا يجوا بأفكار من برا لأهاليين مثل يقول لها لا أمو أنت كافرة أو أنت كذا أو أنت ما بتعرفي الله أو تعي صلي لأكسب ثواب فيك. أول مرة بتعاقب بالمنفردة والجلد كان إلي سنة نتيجة وشاية عني ما لقوا شيء يعني ما في شيء مسكوه إثبات علي ما في شيء يعني أنا كنت حذرة جدا من الكلام أحكي دائما كلام ثقافة وعلمي
فهذا وصل اني انا ضد بالافكار وانا اني انا زيد بالكلام، فوصل هيك. فانا لما رحت على جلسه التحقيق، بس انا حققوا معي ايمت؟ بعد ما انجلدت. انا لما انجلدت كانوا دياتي سود لهون. الرعب اللي صاب الاولاد مثلا، اللي شاف امه عم ينحط عليها على رقبتها السيف، هذا الولد ايش قد بده يطلع طبيعي؟ يعني اكيد ما راح يطلع طبيعي. هاي ناحيه. بالنسبه للاولاد، لدعوهم بالكهرباء، بالصدمات الكهرباء، طفوا السكاير على اجسادي، هذول المعارضه المعتدله. يعني هي المعارضه المعتدله. أنا المخطوفين كلهم حافظتهم بالاسم وبالساعة وباليوم وكلهم مع أعياد ميلادي. الأطفال بيشهدوا لي بكرة، بس تتعرف عليهم لطريقة تدريسهم، وكلهم قاعدوا بمستوى أعماري. أول مرة لما قعدت بدي أدرس الأولاد، الأهالي شوي انزعجوا إني أنا معناتها عم فكر لبعيد، مأبدين هون، إنه مأبدين بالأسر. فقلت لهم نحن هذا عدو، أنا عدو ما جابني من العمالي وعمل كل هذا الهجوم لحتى يطلعني اليوم أو بكرة أو بعد بكرة أو بسنة أو بسنتين. أنا بعرف حالي قيعدي، بس أكتر شيء كنت أنا تعلمت وخلص. بس بالنسبة للأولاد، إن هدول رح يطلعوا بيلاقوا رفقات صف رابع أو خامس، وكان نفس الشيء تفكيري طلع بمحله. بس الحلو إنه كل واحد قاعد بمستوى عمره، يعني اللي طلع عمره 10 سنين شايف او 12 سنه او هيك، قعد بمستوى عمره تماما، وكانوا من المتفوقين. يعني هيئين اقفاص فوق بكبه، قالوا الحشن هون. كنا 17 مراه، بعدين الرجال حطهم بقفص. نحن في شيء جواتنا انكسر لانه انزلينا كثير. بتاريخ 30/10/2015 هن كانوا بكل ما بتكون في عملية للجيش، طبعا ناجحة ودائما ناجحة إن شاء الله، بيصير الانتقام منا. نحن اجوا فورا خبر يلا طلعوا بدوا ياكم الشيخ. ما عرفنا شيء، نحن حملنا حالنا طلعنا، حطونا ببراد، نفس عملية الخطف تماما ببراد. بعدين ما شفنا حالنا مصدومة ومهيئين أقفاص فوق بكبة، قالوا الحشن هون. كنا 17 مرأة، لحش 9 بـ8 أو هيك يعني شيء. بعدين الرجال حطهم بقفص، صاروا يفتلونا بدوما، وطلعوا كل أهالي دوما ورانا. بعدين صرنا نسمع كلمات نابية، تهديدات، مسبات، لعنات، مثلاً كبوا علينا أسيد، حرقوني، هدولي للذبح، هدولي هيك، ومن هالكلام. طلعت بلشت أنا رحلة العذاب في شغلي، إني قبل كل شيء لازم أنسى رفقاتي، أنسى رفقاتي بالمعتقل. وهذا ضليت بس شهرين، وبعدين لحتى فيني وقفت عجري وأمشي وهيك. بعدين بدت رحلة إني أنا ما خلات جهة وما حكيت معها، ما خلات منظمة وما حكيت معها. رحت على لبنان، على الأمم المتحدة، مع منظمات حقوق الإنسان هون، رحت على مجلس الشعب، على رئاسة مجلس الوزراء، وعطول أنا حاملة بجزداني كنت ضل حيني ملف المخطوفين مع أسمائي. عدرا العمالية مقمورة،
مطمورة قضيطة، ولحد الآن هي جرح مفتوح ومظلومة. هذا السجن، هذا الاعتقال لا يمكن يكسرني. أنا كنت هذا من البداية، إنه لا يمكن يكسرني، إني لازم ضل أنا قوية، وإني أنا بدي أطلع أتعامل مع مجتمع. فكتير أمور جوا أنا ما كنت أعملها، ما خلي إنه هذا الاعتقال، إنه جوع ما بقرب على الأكل مثلا، جوع ما كسرني، المرض ما كسرني، الجلد ما كسرني، المنفردة، منفردة طلعت أنا على فكرة، اللي كنت بالمنفردة كنت أقوى من اللي كنت مع رفقاتي، إني خلص أنا عم بتعاقب، فمعناتها أعطي صلاحية لحالي، لازم أحكي اللي بدي إياه أنا بقلب المنفردة. فكل عقوبة كانت تقويني أكثر. الظلم اللي وقع على الرجال ما وقع على النساء، وهن اللي خسروا أكثر شيء، اللي راح من الرجال ما راح من النساء. إنه شخص عم تخلي 24 ساعة تحت الأرض 30 متر و 40 متر عم يحفر على قمتين أكل، عم يصير رغيف خبز، ربع رغيف خبز، وهلا بس شفت أشكال أنت بتشوف كلامش قد متطابق. أنا تعلمت من عدوي إنه لما كنا مشان فلسطين نطلع مشان الانتفاضة والنضال مشان فلسطين، كانوا المناضلين الفلسطينيين يكتبوا على البطاقة، نكتب على اللائحة I will not forget, I will not forgive، لن أنسى، لن أسامح نهائيا. أنا اللي انحرمته ما عاد بيرجع لي. كيف بيرجع لي؟ أنا فاقد اثنين من عائلتي، شو بيرجع لي أنا؟ أنا كيف بدي انساهي؟ أنا كل يوم عندي مسلسل بكي، ما بنساهي، بس إنسان بسامح. وعلى فكرة أنا بعرف إني بدي انخطف، وبعرف إنه بدنا نوصل لهم، وبعرف بدنا ننقتل على الهوية من المظاهر الدينية المتفشية بقلب البلد، ولحد الآن ما لاقوا لحد، ولحد الآن عم تنتشر. معلش بدي احكيها، هيئات دينية بأكملها عم تستلم تعليم الأولاد، طفل عمره 3 سنين وأربع سنين عم تعلمه تعليم ديني. ليش؟ ليش؟ أنا بطالب بإعدام كل شي كانوا مسؤولين عن المنهاج التربوي اللي عمل هيك ثورة. هذا المنهاج التربوي هذا نتيجة فشل منهاج تربوي عمره 10 سنين و15 سنة. يقتل 100 شخص بسامحه أكثر من يلي حكي على التلفزيون وهيج العالم كله لحتى هذا يقتل. وقواتل الجهادين مستمرة والحرب مستعرة، لكن الله قال كنت لحالي، سكرت الأبجورات، بس صرت أطلع من وراء الأبجور كيف هنن عم يقتلوا العالم. أول ما شفت مشهدين لأخين قدام البيت عنا. ليش؟ لأنه قال له أهلين زميل، فقال له أنا أهلين زميل، نزيل، فهداك هرب، وقت هرب رشوا الثاني أخوه بده يهرب، قاموا مسكوه شحطوه وحطوه على الرصيف وذبحوه من الوريد للوريد. وهذا المشهد هي أول مشهد كنت بشوفه أنا. استسلم تسلم، استسلم تسلم، استسلم تسلم. صرت أنا اتخبى مع جيراني، هن جيراني يعني من حفير، فتخبيت معاهم أنا، فعلى أساس أنه أنا أطلع معاهم بحجة أنا رايبتهم. ضليتني 20 يوم، وقتها كان في عالم عندهم جواسيس حاطينهم مشان شو؟ مشان يقلن مين هذا عسكري، مين هذا بالدولة، مين هذا، يعني بده يعرف أخبار العالم. في واحد أب وابنه قتلوه وحطوه بجنب حاوية الزبالة. هاي أنا كل هالمشاهد أنا شفتها هاي بفترة 20 يوم. وقت نحنا ضلينا بهالعشرين يوم قالولنا أنه لازم تنسح العالم كله ياطا، هنن باتفاق مع بعضهم أنه ما بدهم لا أطفال لا نساء بس رجال. بس وقت عطاهم أمر، يمكن زهران علوش الله لا يرحمه، وقت عطاهم أمر أنه اختطفوا قدر الممكن
من نساء وأطفال هنن طبعاً وقت النزحة اختطفوا. هون أنا طبعاً أنا لابسة اللباس اللي بتعرف اللباس ونازلة وأخذ شنطتي ورايحة وإشاربي ورايحة أنا هون بيجي الإرهابي مو واحد كانوا كتار بالعشرات يعني إجا قال لي أنتي وقفي على جنب. كان في واحد شاكي عني بس أنا ما بعرف عرفت كيف لأنه هنيك في خاينين كتير. أنا كنت بهالعشرين يوم كل شيء خافيته طبعاً حرقته شقيت كذب الشغليات الثبوتية كلياتها يعني حرقتها. هون قام إجا قال لي وينه جوزك؟ قلت له جوزي بالشغل. قال شو بيشتغل؟ قلت له أعمال حرة يعني ما بعرف أنا ما بعرف شو بيشتغل جوزي. قال جوزك إليك قديش إليك متزوجة أنت وياه؟ قلت له كان إلي 14 سنة وقتها. فقال لي ما بتعرفي شو بيشتغل؟ قلت له يوم بيشتغل خياط يوم بيشتغل ما في شغل يعني عرفت يوم بيشتغل عامل يوم بيطلع تاكسي يوم بيطلع مكرو. فصرت عم اجا قال لي طيب ماشي انزلي ولتحت على هذا البيت وخليكي اذا ما عليكي شيء من تركك واذا عليكي شيء. فانا هون عرفت وقت اشر له هذا الزلمة علي انا قلت ما رح ارجع قولا واحدا قلت ما رح ارجع لعند اهلي. استسمحت طبعا بيني وبين حالي ولرب العالمين يعني استسمحت من اخواتي من اهلي. بعدين طلعني وقال لي اطلعي. فطلعت على البراد كان البراد كله دم من الريحه براد مغلق ورح يعني انا ما كنت يمكن غايبه عن الوعي ما بعرف شو صاير. طلعنا طلعوا معي جيراني كمان كلياتهم مطمشين مع رجال والنسوان. نحن شفنا إرهابيين مسلحين كلهم كاتبين على هون صدورتهم جيش الإسلام كلياتهم جيش الإسلام وبس مناظرهم يا ربي دخيلك. نزلنا نحن قعدونا بغرفة يمكن ما في ثلاثة بأربعة تقريبا شي 30 مرة وبغرفة تانية مع أولاد ومع صريخ ومع هاي. هون أنا ما عاد استوعبت ولا عاد عرفت أنه خلص فعلا ماني راجعة لعند أهلي. وقت كنا بالسابعة كانت معانا وحدة مرة مرضانة بالسكري فهون هذا المشهد كان كتير مرعب. المرأة ما عم تحسن لا تقوم لا تقعد عم يطعموها المرأة رز وهي ما بتحسن تاكل رز بدها أنسولين بدها عناية بدها رعاية. في بناتها معانا كانوا يقولوا لهم بس جيبوا لها الأنسولين جيبوا لها لأنه هي معاها مرض السكري. فكتير تعذبت هاي المرأة حتى ماتت على إيدي الله يرحمها. لسه قتلوا الأب بنفس اللحظة يلي ماتت المرأة فيها لأنه كتير كانت المرأة تعبانة والزلمة مشلول هو زوجها للمرأة كمان قتلوا برصاصة ونفس المدفن دفنوهم هن الاثنين. كل 48 ساعة لتاكل وجبة من كتر الولد ما يجوع واحد ولد نتف راسه يعني نتف راسه نتف شعراته من كتر الجوع بده ياكل الولد بس أمه ما بإيدها حيلة يعني ناكل بالمعالق يعني نستنى الفوج الأول ياكل لحتى الفوج الثاني ياكل. بعد 48 ساعة بالشتي يفتحوا لنا الشبابيك بالصيف وقت إجا الصيف سكروا لنا الشبابيك عرفت كيف. فكانت معاناة أنه 200 مرة على تواليت واحد
حمام لبعد 3 شهور لنحن تحممنا. كمان معانا نساء حوامل كانت بتبدأ مستلزماتها، ما كان يجيبوا خبز وقت كنا بالتوسع. مرة ماتت على أثر خبز، قالت لهم أنا جوعانة كتير بدي أكل، كان إلى 48 ساعة ما أنا أكل. فهون كان الموقف والمشهد فظيع. قالت لهم ما بدي شيء، بس عطوني رمقي يعني لأكله. هون ما عطوها، فعلى أسره داخت المرأة وتعبت كتير، ما حسنوا يعملوا لأي شيء حتى يعطوها رغيف خبز، ما حسنوا لأنه كانت بحاجة إله، كان عمرها شيء 80 سنة. كانت وحدة معانا معاها 3 أطفال، هدول 3 أطفال في واحد ما عاد من قلة الغذاء، وهو كان الساعة أول عم يمشي، ما عاد يحسن يمشي لأنه ما في غذاء فيتامين يطلعونا على الشمس نهائيا، شمس ما في، أكل ما في نهائيا، حتى وقت بده يفوت على الحمام ما في يفوت على الحمام، تجيب القنينة أمه تعمل له البشوشة بقلب القنينة، مستحيل لأنه ما نحسنان يقوم من كتر الجوع من كتر التعب. مالك محل تنام، مالك محل تنام، وانت بدك تنام على الواقف، يا أما بدك كيف أنه فوج ينام الصبح وفوج ينام المساء، يعني أفواج أفواج. بعد الشهر الرابع بلشوا هون ينظفونا يحسنونا، لأنه في بدنا نروح على دوما، هذا بس نحن ما بنعرف أنه وين رايحين. كل ما نسألهم نحن بدنا نطلع نحن كذا، يقولون لكان لأنه دولتكم، لو دولتكم بدها تطلعكم كانت طلعتكم، بس ليك ما أنا بعيدة عنكم لحتى تطلعكم، ما أنا قادرة أنه هي تطلعكم. هي دائما كانوا يحكوا بافتخار. كانت في الأولاد يلي من أعمار تقريبا 10 سنين 12 سنة هون طلعوهم لبرا. ليش؟ لأنه هن خلوهم معانا شهر ونص أو شهرين لحتى ياخذوا المعلومات الكافية عن كل واحد، مشان إذا طلعوهم لعندهم على أساس أنه هن كبار صار بلغوا الحلم، فهون للأسف طلعوهم مشان يعني يفشوا عنا كل شيء عن كل واحدة بقلب الأسر جوا. يعني طلعونا بسيارات وصلونا لنفق، امشي ولا تمشي امشي ولا تمشي، نحن ما نعرفان وين رايحين. مشونا اكثر من 3 ساعات ونص، وقت وصلنا على دوما وشفنا رفقاتنا هون كان الاحباط كان مميت. لسا رجعنا من نقطة الصفر، هي دوما، هي البؤرة يلي ما بعرف شو بدي أوصف لك ياها لأنه ما بتنوصف، وصفوها قبلي عالم كتير. بس نحن في شيء جواتنا انكسر لأنه نزلينا كتير، يعني بلقمة الأكل زلونا. أنا وقتا حطيت بالمنفردة، في ناس كانت وشت علي أنه أنا عندي ضباط وعندي مسؤولين وعندي كذا ومنا وفينا، يعني وقت
يعني هون ما كانوا مصدقين انه انا ما عندي حدا، لانه وقت حققوا معي انه انا قلت لهم يعني انا ما فشيت على اهلي شو بيشتغلوا او كذا او هيك، لانه فعلا ما عندي، يعني حتى لو كان عندي رح اقول لهم ما عندي. بقلب المنفرده عاملين مجلة وتنقط نقطه نقطه، هي قمه التعذيب. كل ثانيه او مو كل ثانيه، اقل من جزء من الثانيه عم تنزل هي النقطه كلياتها تعذيب. وبيشحطوا واحد وبده يعترف على شو ما بيعرف هو. واللي اكثر واكثر التعذيب انه واحد عم يتشلخ واظافيره عم يشيلوا له اظافيره وسياحه عم تعبي المبنى. يعني هون هدول الاصوات وهدول التخيلات نحن صحيح ما شفت انا، بس الاصوات كانت بداننا، يعني عرفت كيف. هون التعذيب كان اصعب من انه انت تشاهد هذا الموقف. يعني الندر يلي نذرته انه انا اصوم طول فتره الاسر، فعلا صمته مشان ما حدا يقرب علي، لانه هن وقت اجوا في عالم غرب، يعني مو من سوريا، حتى لفظ بالحكي ما بيعرفوه. فوحده كانت عم تناقشهم من طائفه، فقام واحد لقمه، هو ما بيعرف هو وين، ما بيعرف لهذا الشخص يلي مو من سوريا، يا هو شيشاني يا هو مو عربي، يعني عرفت كيف. فقال لهم انتوا بتعبدوا كذا او انتوا ما بتعبدوا رب العالمين. فقال يلي كل وحده يلي مو مع زوجها، فنحن رجالنا بدهم يتزوجوهم. فهون انا اتجهت دغري مباشره لرب العالمين وقلت له، ندرت حالي لك انه انا بدي صوم كل فترة الأسر، بس ما حدا يقرب علي. ولأني أنا كنت متزوجة، فهذا السبب، لأنه كنت أنا معاهدته لزوجي أنه ما حدا يلمسني غيره. أول شغلة عملتها بست تراب عن جد الأرض، أول شغلة. بعدين بست رجلينه لأخي، الله يطول لي بعمرهم وعمر أخواتي كلياتهم، والله يرحم أبي وأمي، لأنه يعني أبي وأمي الله يرحمهم خلفوا لي هيك أخوات. أخواتي أنا بفتخر فيهم، لأنهم عن جد تعذبت أختي كتير لحتى أنا حسنت أطلع. الصدمة الأولى أنه لقيت شريك حياتي أنه متزوج، فكانت صدمة كبيرة، حتى صارت ردة فعل أنه أنا ما عاد أحسن أتعامل مع اللي حولي. صرت أنعزل كتير كذا ساعات، يعني صار انه اهلي فيقوا الصبح انا نام الصبح، وهن كانوا باشتياق لحتى يشوفوني يقعدوا معي يحكوني. فكتير كنت انا حب الليل كتير واقعد لحالي ما احكي. كانت صدمة كبيرة كتير كتير انه انا ما اوثق بحدا، حتى أقرب الناس إلي، أنه أنا ما أوثق بحدا. إذا بدي سامح، بس قبل ما سامح، هو ما رح سامح أنا، بس قبل ما سامح بتمنى يرجعوا لي 17 سنة اللي راحت من عمري. هدول أكتر إسا ما بسامحهم، لأنه هنن يلي دمروا حياتي كلها. مو بس أنا دمرت حياتي، في كتير عالم دمرت حياتها.
وقت عرفت انه انا اتزوج ومع انه كنا متعاهدين انه اذا هو صار له شيء ما بتزوج انا، واذا انا صار لي شيء ما بي. فانا هون حطيت مثل نقاط على الحروف، هو اختار حياته وانا بدي بلش حياة جديدة. لانه انا وقت طلعت نفس اليوم يلي انا ولدت فيه فعلا، عرفت كيف؟ فهوني مثل كأنه رسالة من رب العالمين قال لي خلص هو راح بحاله وانتي راح تروحي بحال سبيلك. فهوني انا اخترت انه من اسمي بلش، وكل شيء مضى ما بعرفه ما بعده من حياتي، مع انه راح كتير، بس لا بدي انا وقف على رجلي وامشي بهالحياة. وغيرت اسمي وسميت حالي جنى، لانه جنيت كتير. النظرة اصعب من الكلام، عرفت؟ نظرة المجتمع وقت تنظر إلك أنه أنت مخطوف كأنك أنت عامل جريمة، أو هو المخطوف مو بإيده انخطف، ما قال لهم أنا بدي انخطف، لا هن عصابات مسلحة خطفوا. للأنثى صعب كتير، لسه نظرتها أصعب، يعني وقت أنت بدك تفوت على دائرة حكومية وتقول لهم أنا مخطوفة، فكلهم بدهم ينصدموا. وأول سؤال بيسألوك يا تعرضتي لاعتداء جنسي؟ يعني هون أنت يا بتستوعب الموضوع يا أما ما بتستوعبه. وقت نحنا كنا جوا لا طبعا، كل شيء عملوا يعني تعذيب ايه بقلك، ضرب جلد ايه، منفردات ايه، بس على أنه اعتداء جنسي هذا نهائيا ما عندهم انه يعتدوا على يعني النساء. فهذا السبب يلي كنا كلياتنا، لانه كلياتنا مع بعضنا، وما بيحسنوا وما بيتجرؤوا انه يعتدوا على اي مرأة جوا بالاسر او مخطوفه. فنظرة المجتمع كانت صعبه كثير ومؤلمه، لسه اصعب من الاسر نفسه. يعني نحنا وقت تفوت على أي معاملة أو هيك بتطول، طيب ليش؟ نحنا أسرة لازم تسرعولنا إياها أول شيء. نحنا في عالم ما أنا موظفة مثلي أنا، يعني أول لازم أنا بدي تأهيل نفسي كمان، لازم تعملولنا مثلا دكاترة أو هيك مثل شيء للأسرة، ما بدنا نحن شيء كل هال يعني شيء كبير، لا بدنا شيء معطياتنا نحن، بدنا شغلات بسيطة أنه تتسير أمور المخطوفين. إذا واحد بحاجة لوظيفة يعني يمشوا له إياها، نحن مثلنا مثل غيرنا، نحن ما لنا مثلا صفر على جنب. لحد الآن ما عم بحسن أتأقلم بالوضع، أول شيء عم حس في فساد، عم حس في شغلات يعني ما عم يستوعبها عقلي.